استقبل مركز الإصلاح والتأهيل وادي النطرون وفدا من المجلس القومي لحقوق الإنسان للاطلاع على مرافق وتجهيزات المركز وبرامج الإصلاح المتبعة لإصلاح وتأهيل النزلاء، وأشادوا بتلك التجهيزات والبرامج وبمنظومة السياسة العقابية الحديثة التي تتبعها وزارة الداخلية. وفود كثيرة استقبلها مركز الإصلاح والتأهيل وادي النطرون منذ افتتاحه. في هذا الإطار استقبل المركز وفدا من المجلس القومي لحقوق الإنسان للاطلاع على التجربة التي تعد بديلا للسجون العمومية التي تقادمت بنيتها. يبقى المركز الطبي بتجهيزاته المتطورة أول ما لفت نظر الوفد الزائر، فهو يوفر رعاية صحية فائقة للنزلاء بما في ذلك الحالات الصحية المعقدة والمزمنة. الرعاية الصحية ممتازة طبعا، أنا لقيت مجمع طبي هايل في كل الإمكانيات وفي كل الاحتياجات للمريض أو للنزيل. المستوى اللي أنا شايفه سواء في المركز الطبي أو في العنابر أو في المخابز أو في المطاعم والتجهيزات، يعني شيء بصراحة يعني أرجو أن يكون ده هو النمط العام في كل مراكز التأهيل على مستوى الدولة المصرية. نماذج من النزلاء الذين أصقل المركز مواهبهم الفنية من خلال برامج وضعها مختصون استعرضوا ما اكتسبوه أمام الحضور، فالرؤية الإصلاحية هنا تعتمد إضافة إلى ذلك على تنمية المهارات الحرفية داخل الورش المتنوعة لتظهر منتجات بجودة عالية من صنع النزلاء مع تقويم السلوكيات وتصحيح المفاهيم الفكرية. هذا الأمر بيضفي طابع إنساني مهم جدا على المراكز الإصلاح والتأهيل في مصر، وبيعطي النزلاء طاقة نفسية ومعنوية لتحمل فترات السجن وفي نفس الوقت الخروج إلى المجتمع بروح جديدة وبطاقة جديدة وتؤهلهم أن يصبحوا ونافعين في هذا المجتمع. الناس اللي موجودة هنا لما تخرج بره هي كانت نزيلة في مكان بتتأهل فيه، فده يدي انطباع جيد انه يقدر يلاقي مستقبل ليه في المجتمع، والمجتمع يبتدي يحتضنه ويبقى موجود جوه المجتمع كجزء من المجتمع. مسألة تغيير المنهج، تغيير التعاطي مع قضية العقوبة، انها ما تبقاش انا مش جاي اعاقبه، ده انا جاي ان اصلحه، جاي اخليه مؤهل للتعامل تاني مع العالم الخارجي. ففي الحقيقة اللي أنا شفته النهاردة يعني شيء مبهر. اطلع الوفد على الرعاية المعيشية التي تقدم للنزلاء، وكذا سبل تأهيلهم رياضياً والمزارع التي تستوعب النزلاء للعمل بها، وكلها أمور تسهم في التأهيل والإصلاح للنزلاء بما يمكنهم من الاندماج في المجتمع. سمعنا النهاردة كلام جميل جدا على توفير فرص عمل لل يعني المفرج عنهم، علشان فترة العقوبة دي فترة بتنتهي ولا ينبغي أن تكون عقوبة مدى الحياة، ولكنها تعتبر فترة تأهيل. أعتقد أن المتوفر في مركز تأهيل وادي النطرون جيد جدا، يلبي بالكثير من المعايير المتعارف عليها دولياً والقواعد المتعارف عليها دولياً لمعاملة السجناء والمحتجزين. أنا ما كنتش متخيلة أن الوضع يعني بهذا التطور وبالدرجة العالية من الإنسانية، وفعلاً مفهوم الحياة كريمة اللي يمكن القيادة السياسية حريصة أن هو يبقى متوفر لكل المواطنين في مصر. الحقيقة أنا من ساعة ما طلعت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وأنا بشوفها مقرية في الكتاب، أول مرة أشوفها مطبقة على أرض الواقع في زيارتي. مركز الإصلاح والتأهيل وادي النطرون الذي أنشأته وزارة الداخلية هو نقطة الانطلاق نحو إنشاء مزيد من تلك المراكز كبديل للسجون العمومية التقليدية وتنفيذا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في الحق في حياة كريمة، وبما يسهم في تأهيل النزلاء ليصبحوا أعضاء نافعين في مجتمعهم. مراكز الإصلاح والتأهيل الجديدة التي تنشئها وزارة الداخلية هي نماذج حضارية تسهم في إعادة تأهيل وإصلاح النزلاء ليصبحوا أعضاء نافعين في مجتمعهم من خلال تطبيق برامج إصلاحية متطورة تراعي المعايير الدولية لحقوق الإنسان في مجال الإصلاح والتأهيل. من مركز الإصلاح والتأهيل وادي النطرون، عبد الله بركات، التلفزيون المصري.